خير. انا اسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا جماعي، في ايه؟ قتلته يا ام الخير، قتلته. هو مين؟ رشدي الباجوري. يا لهوي، واحنا قد رشدي ولا الباجوريه كلهم يا ضنايا؟ ولو كان قد كده 100 مره، عاوزاه يخطف سميحه بنت عمي واسيبه يتهنى بيها. طب وهتعمل ايه دلوقتي يا ابني؟ دي الحكومه كلها معاهم. ده قضى ومكتوب يا ام الخير. حكم عليك بالغربه العمر كله يا ضنايا. الغربه في كل حته يا ام الخير. خلي بالك من سميحه. هتروح فين دلوقتي يا ضنايا؟ اهرب على مصر ولا الصعيد لغايه ما الحكايه تهدى. الباجوريه ايدهم طايله يا ضنايا، لو رحت في اي حته هيجيبوك. لا انت ما عدلكش وقعد في البلد دي خالص، مالكش غير بلاد بره. على كل حال ما تشيليش هم يا ام الخير، انا مهندس واقدر اشتغل في اي حته. اشوف وشك بخير. ينجيك يا ضنايا ويجعلك في كل خطوه سلامه. ربنا يهدى. داتيا، طنط سميحة، زي ما تصورتك بالظبط يا حبيبتي. ما كنتش فاكرة هيكون لبنتي بالجمال ده. عادل ابني. عارفة يا عمتي، بابا حكالي على كل حاجة قبل ما يموت. الله يرحمه، عاش غريب ومات غريب. كان دايما بيكلمني عنك، كان بيحبك قوي. كنت حاسة رغم السنين اللي فرقت بينا. اسمعي يا نادية، انا رأيي انك تقعدي معانا لغاية بيتك ما توضى، وانا بنفسي هشف على العملية دي. بس انا عاتب عليك يا بنتي،
ايه الكلام اللي انت كاتبهولي في الجواب بتاعك ده؟ ارض ايه اللي انت عايزه تبيعيها؟ احنا عندنا حد يفرط في ارضه؟ انا اسفه يا عمتي، ماليش مكان هنا. ازاي تقولي الكلام ده يا نادية؟ وانا رحت فين؟ انا طول عمري كان نفسي يكون لي بنت، وانت بنتي. السلامة. بقول لك ايه يا رشدي؟ قلت لك اسمها ناديه يا رشدي. ايوه. سميحه قالت لي انك اتربيتي في داخليه. هو المرحوم ما كانش عنده بيت ولا ايه؟ رشدي؟ لا طبعا عندنا بيت، بس لما ماما ماتت ما كانش ممكن يرعيني. هو كان بيشتغل ايه؟ بابا مهندس شركة ملاحة. بمناسبة الشركات يا باشمهندس، ايه الاخبار الهباب اللي انا سمعتها دي؟ اخبار ايه يا بابا؟ انك ناوي تستقيل من الحكومة. يا بابا انا فعلا استقلت. بتقول ايه يا ولد؟ بقى تسيب وظيفتك وتشتغل مع ناس نصابين؟ يا بابا انا قلت لك 100 مرة ان الناس دول مش نصابين، والمصنع اللي هيتبني ده اهالي البلد دفعوا فيه كل اللي حلتهم. انت مالك ومالك؟ بصراحة يا بابا أنا شايف إن مستقبلي هيبقى معاه. مستقبلك؟ أنت ابن رشدي باشا الباجوري هيبقى من الجرابيع دول؟ أنت ناسي إن هما دول اللي سرقوني؟ هما دول اللي الثورة اديتهم أرضي؟ لكن معلش، أهل أيام دارت وكل حاجة ابتدت ترجع لحالها. يا بابا أرجوك بلاش الأوهام اللي أنت عايش فيها دي. صدقني أنا خايف عليك. خايف عليا ولا خايف على روحك أنت والجرابيع بتوعك؟ وبعدين يا رشدي؟ ما هو أنت كمان معاهم. انا عارف الوحيد اللي فاهمني في العيله دي كلها وحاسس بيا هو رمزي، وهو ده ابني الحقيقي. والله ما حد خسر الولد ده الا كلامك الفارغ اللي مليت بيه دماغه. رمزي؟ نادية؟ محدش يعمل كده غيرك. انت مش خواجه ولا حاجة؟ ميرسي. الحمد لله على السلامة. انت عايزة ايه مني بالظبط؟ مش كفاية انك فضلت تزني على دماغي لغاية ما وافقت انها تيجي هنا؟ يا رشدي انا بطلب منك انك تعملها كويس، ما تنساش انها ضيفة عندنا. ضيفة عندي بنتي؟ انت عارف ان انا ما اقدرش اشوف وشها. انت ناسي دي تبقى بنت مين؟ اسماعيل مات من زمان يا رشدي. في 60 سنه. مالك نفس نفسك كده ليه يا بابا؟ الحمد لله على السلامه يا ست الكل، البلد كانت مظلمه من غيرك. افتكرت دلوقتي بس؟ معلش انا اصلي كان عندي مأمورية مهمه قوي. ايه يا بابا زعلان كده ليه؟ انتوا لحقتوا تتخانقوا؟ حته عينه عايزين نعمل لها حساب. تجريبيه؟ ايوه يا سيدي. ولا يهمك يا بابا، اديني وسختها لك. وسختها؟ حصلها كده وانا داخل بالعربية طرطشت عليها. رمزي بطل شغل الجنان بتاعك ده واسمعني كويس. البنت دي لازم تعملها زي اختك تمام، دي بنت يتيمة وما تنساش انها قريبتي. اوه الله عليك يا لطيف. استنى بس اهو. استنى يا بوب ده انا جايب لك اخبار. مش عايز اسمع حاجة. كنت فين يا رمزي؟ تدفع كام وانا اقول لك؟ انا بتكلم جد، كنت فين؟ كنت برشح بوب في الانتخابات. ورشحته؟ طبعا، ده انا كلمت له شخصيه مهمه جدا في الحزب. باشا، بس ايه باشا من التقال قوي. اسمه ايه الباشا ده؟ اسمه قاسم، قاسم السماوي. سماوي؟ طب فين كارنيه العضويه؟ ايه ايه ده؟ فكرني النادي الاهلي. معلش انا اصلا نسيت الكرنيه التاني مع الباشا اللي كلمتك عليه. يا ساتر، ده انا دخت على ما خليتهم يوافقوا ان بوب ينضم. اصله بصراحه مكروه قوي. رمزي بطل قله ادب.
انت عايزين اقول لك ايه؟ بس انت اصلك مش مصدقاني، ده انا لما روحت هناك لقيت عالم امم عايزين ينضموا للحزب، ولما عرفوا ان انا ابن رشدي باشا الباجوري تفوا عليا. ولد، هي دي الحقيقه، بس انا برضو كلتهم. كلتهم ولا كلت فلوس ابوك؟ بصراحه بقى كلت الاثنين. المهم ان خليت لك بوب بقى عضو كبير قوي في الحزب. على فكره انت وابوك لازم تعملوا لكم حزب لوحدكم. انت بتقولي فيها؟ هيحصل قريب وهنسميه حزب المنتفعين الجدد. الله، امال فين الباشمهندس؟ هو مش كان معاكم؟ خرج من شويه. فهمت، تلاقيه دلوقتي ملموم على الجرابيع بتوعه. تعرف يا سالم، الخطوه الجايه على طول اننا نفتح سكه توصلنا للطريق العام علشان العربيات اللي هتحمل البضاعه. بالمناسبه عادل، انت عارف الطريق ده هيمر في ارض مين؟ عارف يا سيدي، في ارض ابويا. تفتكر هيوافق؟ ربنا يستر. انت اتجننت يا ولد؟ يا بابا انا هجيب لك التعويض المناسب. تعويض ايه وجبت ايه؟ اوعى تيجي تشيل الحاجه دي مره ثانيه. الحمد لله على السلامه يا عدوله. تعالى تيجي تشوف عدوله بتاعك ده ناوي على ايه؟ خير اهو. حاطط عينه قاعد على حته الارض اللي فضلنا وعايز ينهارها. استنى بس يا بوب، ما تبقاش حامي كده، خلينا نفهم ايه الحكايه. روق عدوله وقول لي ايه الحكايه بالظبط. الحكايه اننا محتاجين نفتح سكه يا رمزي توصلنا للطريق العام علشان المصنع. جميل. ايه هو اللي جميل يا حمار انت كمان؟ السكة دي هتمشي في عرضنا. استنى بس يا بوب، ما انا عارف. ما هو احنا كمان هندفع التعويض المناسب، وما تنساش ان المصنع هيفيد البلد كلها. طبعا طبعا. انا بقترح يا بوب انك تديها لهم. انت بتتريق ولا ايه؟ انا بتكلم جد يا بوب. المصنع ده هيخدم اهالي البلد كلها، ومصلحة اهالي البلد هي مصلحتنا، ثم ما تنساش ان عدولة ابنك من المؤسسين في المصنع ده، وما يصحش انك تكسفه قدامهم. يعني ايه؟ يعني تبارك لعادل وتقول له روح يا هن اصحابه، انا عارف انهم بيستنوا نتيجه المقابله دي على نار. انا مش فاهم حاجه خالص. روح انت عدوله بارك لاصحابك وانا حفايا. طيب بابا. طيب. يلا عادل اتكل على الله. هن اصحابك. ايه اللي قلته ده؟ عيبك يا بوب انك حمل، وده مش كويس عشانك في المرحله الجايه. مرحله ايه وزفت ايه؟ ما تقول لي ايه الحكايه؟ انا فاهمك. الحكايه انك باختصار المثل الحي للرجعية المتعفنة في البلد كلها، وبالتالي فانت انسان مكروه جدا. ولد، انت عايزني اقرع عليك ولا اقول لك الكلام المظبوط؟ قول لي اللي في دماغك وخلصني. حاضر يا سيدي، بما انك مقبل على مرحلة سياسية جديدة، يعني باختصار هترشح نفسك لعضوية الحزب الجديد، فازاي هتنجح والناس كرهاك للدرجة دي؟ ها؟ والحل؟ الحل انهم يحبوك، وعشان يحبوك لازم تخليهم يفتحوا الطريق في الارض بتاعتك. مش كده وبس، ده انت لازم تتبرع بحته الارض دي في خدمه الصناعه والديمقراطيه الجديده. فكر يا بوب، دي مساله مصير، وبكره يا استاذ هعمل لك دعايه انتخابيه ما اتعملتش في كباريهات شارع الهرم. مش كده وبس، لا ده انا هخليهم يرشحوك رئيس مجلس اداره المصنع نفسه. بس المهم يا جميل، تفتح مخك معاه شوية. يا ابني ليه؟ تصور بقى، رشدي باشا الباجوري عضو البرلمان ورئيس مجلس إدارة مصنع الأسمدة العضوية، ونشوف لك كده كام جمعية خيرية تمسك إدارتهم برضو عشان تكمل الوجاهة، وكل الفلوس اللي هتدفعها لي ليك أنت؟ قصدي الدعاية الانتخابية. ما أنت بكرة هتبقى في البرلمان وكل شوية تهبش لك هبشة تغنيك عن البلاوي دي كلها. بس بصراحة بقى، انت ناقصك شويه تمرين. تمرين؟ تمرين في ايه؟ في الخطابه. انت بقالك يجي 30 سنه مصدي. قوم يا بوب، قوم افرد طولك كده وهبهب واحزق وانت بتقول ابناء دائره الكرام. اهلا وسهلا يا باشا، عاش من شافك يا عمر.
ازيك يا فجيرة؟ جماعة وصلوا؟ من بدري ومستنيينك يا باشا. اهلا يا عزير وشرفك. عرفت منين انها عزير؟ لانها جايه من اجنس طوالي. انهي اجنس فيهم؟ بتاع بحري. عيني على بحري. اريد القبه يا ابراهيم بيه. برافو عليك يا فرغلي باشا. ده انا متخيل كده الناس ايديها هتتقطع من التسقيف. يا سلام، منتهى البلاغه. ولا كاني سبت السياسه يوم واحد. فعلا. الحقيقه يا جماعه، أنا كنت فاكر إنها راحت علينا خلاص زي سوارس، إنما اتضح إنهم ما يقدروش يستغنوا عننا بعد ما خربوها يا رشدي بيه. بيه؟ بيه إيه يا فندي؟ فندي؟ أنا مش قلت لك 100 مرة إن أنا كنت لازم آخد البشوية لولا الثورة؟ قول له يا إسماعيل بيه. ما تزعلش يا رشدي باشا، يا إبراهيم بيه ما يقصدش يزعلك أبداً. قول لي قول لي، ايه افكارك اللي انت ناوي تعرضها في برنامج على النص يا بتاع؟ تحب تسمع ايه يا اسماعيل بيه؟ انا عندي افكار تسد عين الشمس. تصور بقالي 30 سنه بحلم. اول حاجه الارض اللي نهبوها من اصحابها لازم ترجع تاني. فعلا الغاء قانون الاصلاح الزراعي. مش كده وبس، احنا لازم نطلب تعويض عن المدة اللي فاتت كلها. لازم كل شيء يرجع زي ما كان. مفيش جمعيات زراعية، مفيش قطاع عام. فعلا الغاء القطاع العام. عرفونا بقاف عين. عين. شوفوا يا جماعة، الثورة وقعت في خطأ فاحش. بيقولوا ان احنا بلد صناعة. صناعي بقى ايه؟ خلوا الصناعة لأربابها. إلغاء الصناعة، الميكنة. فعلا هي دي اللي جابت لنا الكافية. قال إيه؟ عايزين ننافس الصناعة الغربية ولا الدقهلية. أنا عندي رأي يا جماعة، إحنا بلد بتاعتنا ممكن تكون أحسن بلد سياحية في العالم، فالمفروض إن الاقتصاد بتاعنا يتجه للسياحة. يعني البلد تتملي لوكاندات، كازينوهات، كابريهات. حلوة الكابريهات دي، ركز عليها يا اسماعيل بيه، بس وحياتك ترخص لنا الويسكي. لا مش كده وبس، ده انا من رايي لازم بيوت الدعاره تتفتح رسمي وتبقى تحت اشراف الدوله، وده يبقى قاف عين. لا لا يا اسماعيل بيه، انت ارائك تقدميه زياده عن اللزوم. اعوذ بالله. ما هي كلها موارد الدوله يا ابراهيم بيه. لما الدولة تشرف عليها هتراعي الناحية الصحية وهتفرض عليها ضرائب انتاج. انا اضم صوتي لصوتك يا اسماعيل بيه. ملعون ابو التصنيع، التصنيع قال فلتحيا اللوكندات، فلتحيا الكباريهات. السائح يا رشدي باشا اللي يجي بلدنا لازم يتمتع بكل حاجة فيها. الحكاية مش حكاية اثار وبس، لا 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 لا، لازم يتمتع بكله كله. كله على كله، ولما تشوفه بقول له. يعني سايح من دول يروح بلدهم مفلس لكن مبسوط، تارك اثر. يا رايق انت يا رايق، اهو ده التخطيط ولا بلاش؟ امال ايه يا جماعه؟ هي السياسه لعبه؟ بيقولوا في المثل ادي العيش لخبازه ولو ياكله كله يا بسبوسي. يا سلام، والله زمان على الكلام ده يا جماعه. سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. الله، انت ايه اللي مقعدك هنا يا حكم الزمن يا من امتى؟
من اول ما شفتك. وايه اللي عرفك ان هخش الاوضه دي؟ لان دي الاوضه الوحيده اللي لقيتها فاضيه. يعني انت مالي ايدك مني اوي؟ طبعا. اشمعنى؟ لان الرجاله اللي بره كلهم مضروبين. انت باين عليك شقي اوي يا الصيت ولا الغنى يا. زعلت من كلام رشدي. هو كلامه بالطريقة دي؟ بالعكس، ده انا كنت متصورة انه هيقابلني اوحش من كده. على فكرة انا بكرة ان شاء الله هروح اشوف ده دمه الخير، وبالمرة اشوف الارض بتاعتي. وماله يا حبيبتي؟ بس انا بكرة مش هقدر اجي معاكي عشان جايلي ضيوف، لكن هقول لعادل عشان يجي معاكي. يا سلام يا عمتي، اما نفسي بشكل اشوف ام الخير ياما بابا كلمني عنها. اتفضلي. عادل يا كلام الخير. خطوة عزيزة يا ولدي. اتفضل. مين معاك يا دناي؟ دي نادية بنت عم اسماعيل. اسماعيل؟ نادية؟ مش معقول. نظري قربي لي يا بنتي، قربي لي يا بنتي. ازيك يا دادا؟ شايفاكي بقلبي يا غاليه يا بنت الغالي. بابا حكالي عنك كتير قوي. ابوكي ابني، ام الله يرحمها، فاتتهولي وهو عمره 5 سنين. تعالي استريحي، تعالي استريحي يا خالد. الحبايب فاتوني وراحوا يا بنت، لكن الحمد لله ربنا عوض صبر خير وبعتك ليا. استريحي. شفتي يا عادل؟ كل حاجه زي ما هي. الفرن، سبت العيش، والشباك البحري، والمرجيحة، كل حاجة زي ما سابها يا بنتي، زي ما تكون قاعدة مستنية يرجع. هي الأوضة الضلمة فين يا دادا؟ أنا نفسي أشوفها. فاكرة لما كنت بتاخدي بابا فيها وهو صغير في رمضان تأكليه والناس كلها صايمة؟ الله يرحمه، طول عمره كانت دماغه ناشفة، كان لسه عنده 6 سنين وعاوز يصوم زي الراجل الكبير. تعال تعال يا حبيبتي وانا افرجك معاك. سنين وانا بستنى اليوم ده يا بنتي. الحمد لله اللي ربنا بعتك ليا قبل ما اموت.
ايه ده يا دادا؟ دي حاجتك كلها يا بنتي، حجة الأرض والدار، فلوس أبوكي، إيراد السنين اللي فاتت دي كلها، كنت شايلهم له لغاية ما يرجع. بس ده كتير. خير أبوكي يا ضنايا، إلا من حقي يا نادية يا بنتي. نعم. أنتِ قاعدة فين؟ قاعدة معانا يا خالة. طب وليه كده يا ضنايا؟ ليه ما جيتيش على هنا؟ ليه ما جيتيش على دارك يا بنتي؟ أصل الحقيقة أنا مش هقعد كتير، هبيع الأرض وأسافر على طول. تبيع الأرض؟ ليه يا بنتي كف الله الشر؟ هرجع اليونان بلدي. بلدك؟ بلدك ده إيه يا بنتي؟ ليكي هناك أرض فيها؟ لا يا دادا. خلاص ما تبقاش بلدك، بلدك هي البلد اللي يبقالك أرض فيها. شوفي يا دادا، أنا هبيع الأرض صحيح، لكن هسيب لك البيت زي ما هو، وأي حاجة توزيها أنا تحت أمرك. الله يسامحك يا بنتي، أنا خلاص العمر ما بقاش فيه وأي حتة تويني. أنا بتكلمش عن نفسي يا نادية، أنا بتكلم عليك أنت يا بنتي. عاوزة تبيع أرض أبوكي اللي بقالي 30 سنة محافظة لك عليها، ده أنا كنت فاكراكي هتزوديها. بس يا دادا أنا هعرف أعمل فيها إيه؟ ممكن تشرفي عليها وتراعيها واحنا كلنا تحت امرك. قول لها يا ابني خليها تحط عليها في راسها. المرحوم ابوكي قال لك بيعي الارض؟ لا. خلاص يا نادي، يبقى مش من حقك تبيعيها. شوفي يا نادي يا بنتي، الارض عندنا زي العرض، ما نفرطش فيها ابدا. انت بنت ابو عبد الله ولا بنت الخواجايه؟ بنت ابو عبد الله طبعا. أنا يا دادا ما شفتش ماما. خلاص يبقى هنا بيتك ومطرحك، من الصبح تيجي تقعدي في دارك وتراعي مصالحك. متصورة اني حلق العواطف دي كلها. شفت قد ايه دادا مرخير بتحبك؟ ماما كمان بتعتبرك بنتها. احنا كلنا حبيناك يا نادي، مش ممكن نتصور ابدا انك هتسيبينا تاني بعد ما ابتدينا نشوفك في وسطينا ونتعود عليكي. لأول مرة في حياتي احس بالاحساس ده. عادل، انا ما بقتش ضايعة خلاص، انا بقالي وطن. محدش ممكن يقدر يحس بمعنى الكلمة دي إلا اللي اتحرم منها. أنا فاهم إحساسك ده يا نادية، فرحان بيه جدا. بس أنا خايفة يا عادل. خايفة؟ خايفة من إيه؟ خايفة لحياتي تبقى زي حياة بابا. لا يا نادية لا، صدقيني لا. نادية أنا هفضل جنبك طول حياتي. رمزي قوم يا رمزي، بقى اتنين بعد الظهر. ياه، هتفضل نايم لامتى يا اختي؟ سيبينا ماشي بقى. انت بتشبع من حاجه ابدا؟ قوم، ده انا لحقت انام لبكره اخر النهار. هدت هدك. هو الواد ده مش هيصحى ولا ايه؟ الساعه بقى 3. يوه يا باشا، مستعجل على ايه؟ ما تسيبه براحته. اكتر من كده؟ ما هو ماسكين طول الليل ما نامش. عارف، سامعه، صباح ابن البجور. يا لهوي يا رمزي، ايه اللي انت عامله في روحك ده؟ اسكت انت. صباح الفل يا بوب. ايه اللي انت لابسه ده؟ اهو ايه؟ ايه لقيته قدام يا بوب؟ هي اي حاجه تلاقيها قدامك تلهفها كده؟ مفيش يوم مرحميني. ابن الوز يا بوب. بوب امشي هاتي له حاجه البسها. حاضر يا بوب. امشي. حاضر. الظاهر انها ترسي انك تشتغل هنا مع فكيها. اهلا. صباح الخير يا باشا. صباح النور يا اختي.
يا لهوي يا ابني حته قشطه مصفيه وزي الجاموسه العرشانه. بعدين يا بوب احنا هنقطع على بعض؟ ما قلتليش نويت على ايه؟ في الانتخابات يا ابني. الانتخابات لسه بدري عليها. بدري مين يابا؟ احنا لازم نبتدي من دلوقتي. انا خلاص بقيت على الحديده. ما عندكيش فكره يا ناديه قد ايه احنا تعبنا في تجهيز الارض دي وحفر الاساسات. زي ما انت عارف يا ناديه دي كانت ارض ابويا يعني ارض زراعيه صعب عليها بناء مصنع كبير زي ده. طبعا زي ما انت عارف علشان منسوب الميه عالي. لكن الحمد لله يا ناديه ادي احنا حققنا فكرتنا اللي كانت في يوم من الايام مجرد حلم. الحكومه ساعدتكم؟ لا، المصنع ده اللي عمله اهالي البلد كلهم. كل واحد ساهم باللي يقدر عليه. ناس اتبرعوا بالارض وناس اتبرعوا بالفلوس. بقول ايه يا عادل؟ انا مش خلاص بقيت واحده من البلد؟ طبعا يا نادي، ودي عايزه كلام؟ عشان كده انا هحط كل فلوسي معاكم. أقدم لكم بكل فخر الرجل الذي عاد، أحد الذين قالوا وسيقولون لا وألف لا. أقدم لكم بكل فخر المناضل الكبير والوطن الشريف. أقدم لكم بكل فخر العدو الأكبر للاستعمار والاشتراكية والرجعية والديمقراطية والإمبريالية. تحية يا الإمبريالية! تحية يا الإمبريالية! ما كنتش اعرف ان يا رمزي اخوك خطيب فصيح للدرجه دي. لا يكسفك يا رمزي، على اي حال يعملوا اللي يعملوه، المهم ان احنا ننفس خطتنا. لقد خرج الاسد من عرينه ليعيد الحق الى نصابه. انه الرجل الذي قال لا لاعداء الحريه ولاعداء الانسان. الرجل الذي قال لا لحرب فيتنام والحرب الشرق الاوسط والاقصى والادنى. انه ابي العظيم. نعم ابي انا، ابي فوق الشجره. تحيا الشجره! تحيا الشجره! وليسكت النخل! وليسكت النخل! والان والان اليكم ابي. اسمعوا واعوا. أيها المواطنون، أهالي بلدتي الكرام، إنه لا يسعدني ويشرفني أن أبدأ عهدي الجديد معكم. عهدي الجديد معكم؟ على الخير والمحبة. على الخير والمحبة. وأنا لا أكثر الكلام. وأنا لا أكثر الكلام. وأنا لا أكثر الكلام. وأنا لا أعرف الكلام. أنا لا أعرف الكلام. وإنما أعرف العمل. إنما أعرف العمل. العمل الجاد. العمل الجاد. العمل المثمر. العمل المثمر. العمل المثمر. العمل المثمر. يحيى القرع المثمر. يحيى القرع المثمر. يحيى القرع المثمر. يحيى القرع المثمر. اخواني يسعدني ان اقدم لكم برنامجي. اخواني يسعدني ان اقدم لكم برنامجي. انه يتلخص في كلمتين. انه يتلخص في كلمتين. محاربة الاعداء الثلاثة للانسان. محاربة الاعداء الثلاثة للانسان. الفقر والجهل والمرض. الفقر، الجهل، المرض. أما بالنسبة للعدو الأول. أما بالنسبة للعدو الأول. فسأبني بيوتا جديدة للفلاحين. فسأبني بيوتا جديدة للفلاحين. وأوفر الطعام لكل فم. وأوفر الطعام لكل فم.
لكل فم، لكل فم، لكل فم، ونحارب الغلاء، ونحارب الغلاء. أما بالنسبة للعدو الثاني، أما بالنسبة للعدو الثاني، أما بالنسبة للعدو الثاني، أما بالنسبة للعدو الثاني، أما بالنسبة للعدو الثاني. وانت فيا كمان بيرقص مني. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ أنا هرخص لكم اللحمة والسكر والشاي. هتاكلوا كل يوم لحمة، هتفطروا لحمة، وتتغدوا لحمة، وتتعشوا لحمة. داهية اللحمة، داهية اللحمة، داهية اللحمة، داهية اللحمة. إخواني، إخواني، لقد قرر أبي التبرع بقطعة الأرض اللازمة لفتح الطريق إلى المصنع. مش كده يا بابا؟ عارفك كده يا ابو زليخس. وافق وافق. هو فين جاي؟ وافق. موافق موافق موافق. عادل، ايه رايك في ناديه؟ من جهه ايه؟ ما تلفش عليا، انت فاهمني كويس. اه، جواز يعني؟ يا ريت يا عادل. يا امي، انت عارفه انا مشغول قد ايه؟ انا مش عايز اظلم نادية معايا دلوقت. طب ليه ما تخطبهاش وبعدين تتجوزه؟ الجواز يعني استقرار، وانا لغاية دلوقتي مش مستقر. مش عارف اذا كان المشروع هينجح ولا هيفشل، ابويا هيوفي بعده معايا ولا لا، ما انت عارفاه. يعني هتعيش كده طول عمرك؟ لا، مش طول عمري، لحد ما احقق اللي انا عايزه. بس دعيل انت يا قمر. يا بكاش. اهلا اهلا يا نادية، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ لقيتك ما بتسألش ولا تسأل انا. معلش يا نادية، مشغول قوي قوي اليومين دول. انت بقالك اسبوع ما جيتش البيت. المرحلة دي مهمة قوي يا نادية، لازم نخلص منها قبل شهر. ثم انت ما بتجيش ليه؟ انت مش خلاص بقيت شريكة في المصنع؟ مش مهندس، العربية جاهزة. طيب يا احمد، روح انت. انت وراك مشوار؟ نازل المينا عشان اراجع المكن اللي جاي من بره. يعني مفيش حد غيرك ممكن يخلص الموضوع ده؟ انت عارفة ان انا مهندس الشركة، وعلى اي حال انا مش هغيب. سالم، سالم، تعال يا سالم. الآنسة نادية، قريبتي وشركتنا في المصنع، باشمهندس سالم صاحبي وزميلي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. معلش يا نادية، لازم امشي دلوقتي عشان الحق المينا قبل الساعة 2. سالم، عايزك تفرج نادية على المصنع، على الأقل عشان تطمن على فلوسها. اتفضل. بعد إذنكم. اتفضل يا فندم. انا قلت اكيد هلاقيك هنا. انت فين يا استاذ؟ غرقان مع بوب في الانتخابات. في الانتخابات بس؟ ولزوم الانتخابات. وايه اللي معاك ده؟ دي عادة الشغل. انت ناسي اني حابة وزير ثقافة في وزارة بوب؟ يعني انت جايب ده علشان تثقف؟ طبعا. انت مش قلت انك هتعلميني الرقص اليوناني؟ هعلمك. ده انا حتى ابتديت ازهق، حتى عادل اللي وعدني انه هيفسحني ويفرجني على اسكندريه ما بقتش اشوفه. بتحبيه؟ يعني لو كنت انا اللي قابلتك الاول كنت حبيتيني؟ رمزي، ما تروق. انا ما صدقت اني انبسطت شويه. على رايك، الناس اللي في بيتنا دمهم تقيل يزهقوا. حتى بوب اللي كان مسليني شويه، السياسه تقلت دمه ومزعل ناس كتير منه. ناس مين؟ حبايبه بتوع الليل. بتوع زمان. منور يا سعيد بيه. يا رقصي الحلو.
شكرا شكرا يا مسمار الحزن. مين؟ رمزي بيه؟ عاش من شافه. امال فين الباشا؟ الباشا مشغول يبني مصر من جديد. عاش من شافك. هي سياسة وعداك انت رخر ولا ايه؟ مين اللي كان معاكي برا ده؟ انت بتغير يا حبيبي؟ بقولك مين اللي كنت معاه ده؟ نعم يا سي رمزي، بقى تغيب غيبتك وتيجي بهيبتك؟ لا يا حبيبي، انا مش ناقصاك وحياة ابوك. انت مش قلت انك بتحبيني يا بت؟ اسمع يا روح ماما، انا مش بتاعت حب. الدنيا علمتني ان الحب مش في القلب، الحب دلوقتي في الجيب. بتحبني يا روح بابا، اصرف عليا، مش كل مرة تجيلي ايد ورا وايد قدام. انت عمرك ما حبيتها يا نور. امال ايه اللي وصلني للهباب اللي انا فيه ده؟ المنايل جوزي كان بيحبني وكنت بحبه، ده كان عنده قهوه بتجيب الشاي الفلاني، ساب كل ده وقعد جنبي طول النهار يحشش وطول الليل يحب فيا، لغايه ما بيعنا اللي ورانا واللي قدامنا. واديني قدامك اهو. خالص مش رمزي اللي اعرفه. ماله رمزي اللي انت تعرفيه؟ في ايه وحش؟ انا ما قلتش انه وحش، انا اعرف بس انه شقي. ايه ده؟ سيبني اوعى، سيبني يا مجنون، سيبني اوعى يا مجنون، سيبني بقول لك، سيبني. المرة دي بقى مش لازم نسكت ابدا. هي وصلت يحلولنا الحزب كمان؟ الحزب بس؟ ده حلو اسبانيا كمان. لا ده محلول من الاول. العمل احنا هنفضل ساكتين لامتى؟ احنا لازم نجيب عليها قضيها. اسمع، انت من بكره تروح الجامعه وتبتدي تهيج الطلب عليهم. بس انا خايف يمسكوني هناك ويقولوا لي تعالى امتحن في العلمين اللي كنت ساقط فيهم. الله جريا، انت مش قلت انك ساقط ايد وبس؟ احنا هنتريق هو ده وقته؟ ايه رايك يا رشدي باشا؟ بلاش كلام فارغ. لا ده مش كلام فارغ ولا حاجه يا رشدي باشا. البلد بلدنا واحنا طول عمرنا اللي كنا حاكمينها. هم عارفين ينيلوا حاجه. طب ورينا بقى شطارتك انت يا فالح. طبعا حوريك. في رئاسه ماتت هيطلعوا جنازتها بكره من عمر مكرم. والبلد هتبقى مقلوبه. سفراء ايه؟ ووزراء ايه؟
وطبالين ايه؟ افهم من كده انك رايح تعزي؟ لا، رايح انقط، ودي فرصتي عشان انحشر بين الناس واقلبها لكم مظاهرة. بس لازم تهتف بسقوط شارع الهرم وابو الهول كمان. طب يلا بينا بقى عشان نتكتك. نتكتك ما تشغلش بالك يا رشدي باشا ولا يهمك، كله هيبقى على كله. بابا فرحان طبعا. يا بابا انا قلت لك الف مره بلاش تعيش في اوهام، الزمن عمره ما بيرجع لورا. لا هيرجع، الحلم حل نفسه في 60 داهيه، لكن انا موجود وعمر ما حصلني حد يفرح فيا ابدا. يا بابا انت غلطان، محدش شمتان فيك ولا حاجه، ده اهل البلد بيحبوك جدا. بيحبوني؟ بيحبوني من امتى؟ من ساعة ما رحتله بالأرض اللي حبنا عليها المصنع. قلت لي. قصدك إيه يا بابا؟ مفيش أرض ومفيش مصنع. إزاي يا بابا؟ كل أهل البلد عارفين إنك اتبرعت لهم بالأرض. يتفلوا. يا بابا أنت أكبر من كده، مش معقول تسحب كلمتك، أنت طول عمرك راجل، والراجل بيتربط من لسانه وإيه؟ اخلص يا حاج. عليك يا عادل، تيجي البيت وما تسألش عليا. اهلا نادي. مالك يا عادل؟ انت كنت بتتخانق مع عم رشدي؟ ايوه. ليه كده يا عادل؟ ده من ساعة ما سمع ان الحزب اتحل وهو تعبان خالص. ده تهريج وكلام فارغ، لكن انا مش هسكت. هتعمل ايه؟ هرفع قضية ضده وهاخد الارض غصب عنه. ازاي تقول الكلام ده يا عادل؟ انت ناسي انه ابوك. انت اللي بتدافع عنه يا نادية. ده اب يا عادل، ما تبقاش قاسي عليه، حاول تفهمه. حاولت معاه كتير، لكن هو ما بيفكرش غير في نفسه بس يا ناديه. انت عارفه لو المصنع ده ما اشتغلش معناه ايه؟ دي البلد كلها مشتركه فيه. في ناس كتير بقت عفشاوه كل اللي حلتها عشان تساهم فيه، يجي هو يقضي على كل ده بكلمه واحده، وعايزاني ما ازعلش منه. الاب عمره ما يتعود يا عادل. انت ازاي تدافع عنه؟ وهو السبب في اللي جرى لابوكي واللي جرى لك انت كمان. انا كل اللي بطلبه منك انك تراجع نفسك. خلاص يا ناديه، خلاص. هو خد قرار، وانا خدت قرار. إن البيت ده ما اتبناش على حب. مين عارف؟ يمكن لو كنت اتجوزت أبوكي ما كنتش وصلت للي أنا فيه دلوقتي. زي الفل يا فتيحة. أهلا وسهلا رمزي بيه. امال فين البشوات؟ ايه انت حليت الحزب انت رخرة؟ لا اصل النهارده اجازه. امال فين البنت هنومة؟ هنومة اصلها. ايه؟ ايه وليه يا معلم؟ اصل ايه؟ هنومة اصلها. ده حد؟ طب يلا خلينا اتفرج. مش بره بيت. خليك يا نومة. عاوز ايه يا ولد؟ هتخرجي ولا كسر دماغك؟ ايه
يخرب شيطانك يا بوب. كده برضو تعملها من ورايا؟ انت راخر جاي تتشفى فيا؟ اخص عليك يا بوب، انا برضو هتشفى فيك. وعشان ايه؟ عشان الحزب اتحل؟ ما يتحل في 60 داهية. ابوب فوق لنفسك يا بوب، انت مش محتاج لاحزاب، ده انت حزب لوحدك. اخوك شتمني. معاش انه يكلمك كلمه وحشه. يعني انت مش زعلان مني؟ عشان البيت هنومه يعني؟ انا ما اخسرش ابويا عشان مره. انت اللي ابني صحيح. انا ماليش غيرك يا رمزي. ماليش غيرك. عشان تاخدي بالك كويس من بوب. يا عمتي عندك حق، المجرم طالع زي ابوه تمام. والحل يا عادل؟ مفيش غير حل واحد، اننا نرفع قضيه على ابويا، واكيد المحكمه هتحكم لصالحنا، مش كده ولا ايه يا عزم؟ القضيه مضمونه، خصوصا ان احنا هندفع التعويض المناسب. يبقى بصفتك محامي الشركه تبدا اجراءات القضيه من دلوقتي. بس يا عادل مفيش بس ولا حاجة. لو في حل تاني قولوه. كل يوم بيعدي بيعرض الشركة للخسارة. المصنع لازم يشتغل خلال شهرين. أنت مستني إيه يا عزمي؟ خد عربيتك وانزل البلد دلوقتي على طول. عادل، أنت فكرت كويس في اللي بتعمله ده؟ بالتأكيد يا سالم. أنا مش مستعد أضحي بمصلحة أهل البلد عشان خاطر أنانية أبويا.
هي يا عادل انت صعبان عليا، مش سهل الواحد يخسر ابوه. هو اللي دفعني لكده. تنسيت ان هو اللي وعدني بالارض دي قدام الناس كلها؟ بس ابوك مش هيسكت يا عادل. ان شاء الله ما سكت، وانا كمان همشي معاه لاخر السكه. لو كل واحد فينا فكر في مصلحته بس يبقى عمر البلد دي ما هتقدم. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا ابني. ناديه هنا؟ لا يا حبيبي، دي من صباح ربنا وهي في الغيط. عقبال كده ما ناكل يوم فرحك ان شاء الله يا ست ناديه. صبحه الاول يا حاج، هي مش هتتجوز الشهر الجاي ان شاء الله؟ ان شاء الله. وطبعا يا ست ناديه انت ما انتش محتاجه عزومه. عزومه ايه يا راجل؟ ده انا هعمل لها فرح ما تعملش في البلد كلها. والله يا ست ناديه الواحد ما هو عارف يودي جمايلك دي فين. اتفضل. شكرا. ما تقولش كده يا حاج، كفايه ان كنت ما سبتوش من خير من يوم المرحوم بابا ما ساب البلد. الله يرحمها يا بنتي. صباح الخير يا ناديه. صباح الخير يا عادل. اتفضل يا عادل بيه. شكرا يا حاج سعد. ناديه لو سمحتي. متشكره على الشاي، عن اذنكم. اتفضلي. الظاهر انك مبسوطه في حياتك الجديده. الحمد لله. ناديه انت سبت البيت ليه؟ ياه انت لسه فاكر يا عادل؟ انا معرفش غير النهارده. ايه اللي حصل يا ناديه؟ مصمم انك تعرف؟ مش هسيبك لما اخلص على لسه. ما تفهموني ايه اللي بيحصل ده؟ اسال ابنك. ناديه سابت البيت ليه؟ وانت مالك انت؟ ايوه انت مالك؟ ما في 60 داهيه. رصدي اسكت انت. انت السبب في كل اللي بيحصل ده. لا يا باشا مش هي السبب. السبب انت وابنك طالع زيك. اشطع بره بره. انا طالع. انا ما اقدرش اعيش في بيت قاصر زي ده. رمزي لازم اتجوزها يا بوب. انت جننت؟ عاوز تتجوز بنت عدوي؟ بحبها يا بوب، صدقني بحبها. انساها، سيبها له يبلها ويشرب ميتها. ده ابن امه، طلعته زيها. كان نفسي يبقى عندي ولدين مش واحد. انا بكرهه يا بوب، بكرهه. هو فاكر نفسه ايه؟ عشان بقى مهندس يعني؟ طز. انا احسن منه كده ولا ايه يا بوب؟ انت احسن منه الف مره. طز في الشهادات. انت عندك فلوسي كلها هتبقى لك لوحدك. الارض اللي اخدتها الحكومه هرجعها تاني وهكتبها كلها باسمك. بس انا بحبها يا بوب. قلت لك ما تحبهاش. انا وانت ما نعرفش حاجه اسمها حب. احنا ما نعرفش غير القوه، والقوه هي حياتنا. فوق يا رمزي، فوق يا رمزي، والا هتضيع. بس انا برضو مش هخليه يتهنى عليها. موجود يا فندم. حظك حلو، يا دوبك الكيماوي لسه واصل النهارده. قولي لي بقى، معاكي حاجه تاخدي فيها؟ ايوه الجرار بره. انسه ناديه، انا لما سمعت انك بتشتغلي في ارضك بنفسك ما تتصوريش قد ايه زاد اعجابي بيكي. ميرسي قوي. على فكره انا فوجئت لما قالوا لي انك بتشتغل هنا. هنا المشرف الزراعي بتاع الجمعيه، وشغلي في المصنع تطوع زي اغلب شبان البلد. قولي لي بقى افندم، انتي نويتي تقعدي معانا على طول؟ اذا كان ده يضايقكم. لا صحيح، بتكلم جد، لانك اتولدتي بره وعشتي طول عمرك هناك، يعني متعوده على جو تاني خالص. لا هنا حاجه تانيه، هنا حسيت بالامان
وبالحب. ما تتصورش بحس بالامان قد ايه لما ام الخير الست العاميه بتقوم في عز الليل علشان تطمن عليا وانا نايمه. ياما قدامك سكه سفر، بعد نقطتين، شهرين، اسبوعين، محطتين، قول ان شاء الله. ده هنا؟ إيه؟ انت جيتي يا حبيبتي؟ جدع كتر خيره، عارف ان انت محتاجه للكيماوي، جابلك شوالين وجه. انا خلاص جبت الكيماوي بتاعنا يا خاله. طيب يا بنتي عن اذنكم اقوم الحق العصر. يا صبحه بنتي يا صبحه، دستوركم يا اولاد لا العصر يفوتني. هي دي المقابله اللي انا استاهلها؟ انا اللي بسال عليكي وبعرف اخبارك اول باول. كتر خيرك يا ناديه، انت محتاجه الراجل. لما تبقى انت الراجل الوحيد اللي فاضل في الدنيا دي كلها مش هفكر فيك. ليه؟ عشان ايه ده كله؟ لاني بحتقرك، والبيت ده ما تعتبوش تاني، فاهم؟ بتطرديني؟ ايوه بطردك. مش انا اللي انطرد يا ناديه، انا هتجوزك غصب عنك. فاهم يعني ايه غصب عنك؟ غصب عني ده ايه؟ انت صحيح زي ابوك بالظبط، بس انا مش زي امك، ضعيفه. عامله لها فرح ما يتعملش الاعيان البلد. دي جايباها ولا بنات البنك؟ الف مبروك يا نادي، فرح حلو قوي. ميرسي يا سامي. عقبالك. عقبالك انت يا نادي. لا انا لسه بدري، لسه ورايا حاجات كتير. وراك ايه؟ ما انت عارف الارض ومشاكلها. بس ايد لوحدها ما تسقفش. انا اخواتي كلهم اتجوزوا وبقيت وحداني، والبيت بقى فاضي عليا. نادي انا حقيقي ما شفتكيش غير مرتين ثلاثة، لكن اعجبت بيكي قوي. فكري يا نادي، اسألي عني. من غير ما اسأل عني، أنا سمعت عنك حاجات كتير قوي كويسة، في شغف أي راجل. لازم عادل أكلمك عنها. فعلا. صحيح اللي انا سمعته ده يا ناديه؟ سمعت ايه؟ انك هتتجوزي سالم. ايوه. يعني الحكايه جد؟ سالم شاب متعلم، وكمان بيحبني، وانا محتاجه راجل يقف جنبي. بس يا ناديه انا. اسمع يا عادل، احنا ما ننفعش لبعض. ازاي يا ناديه؟ ازاي تقولي الكلام ده؟ انت دايما بعيد عني، وعمرك ما فكرت فيا، لدرجة انك اديت فرصة لاخوك التافه يطمع فيا. نادية، انت عارفة ظروفي كويس، انا مشغول في المصنع، المشكلة اللي بيني وبين ابويا. كان لازم برضه تقف جنبي، خصوصا وانت عارف ان انا وحيدة هنا. نادية صدقيني، انا بحبك. وانا ما اقدرش اعيش في وسط عيلة كلها بتكره بعض. لكن انت بتحبي سالم يا نادية؟ انا مش صغيرة يا عادل، وعارفة اللي بعمله كويس. ده لمصلحتنا احنا الاتنين صدقني. مالك يا نادي؟ سرحانة في ايه؟ بفكر في الظروف اللي جمعتنا سوا. دي كانت أسعد لحظة في حياتي كلها. وأنا كمان. أنا محتاجة لك يا سالم. أنا إنسانة وحيدة وخايفة. خايفة من المستقبل يا سالم. إزاي تخافي وأنا جنبك؟ أنتِ
انت ما تصوريش يا نادي انا بحبك قد ايه، انت بقيتي كل حياتي. انا حاسه وعشان كده مطمنه. يا ريت يا سالم الايام ما تبعدناش عن بعض. ليه بتقولي كده؟ انا عمري ما هتخلى عنك ابدا، ومفيش قوه في العالم هتفرقنا عن بعض. مصطفى حافظ ابو حسين. ايوه يا باشمهندس. حمل 12 كيلو ونص. بقيت الكميه امال فين يا باشمهندس؟ يا ابو حسين ماشي حالك بالكميه دي لمده اسبوع عقبال ما توصل الطلبيه الثانيه. ربنا يخليك ويعمر بيتك يا امير يا ابن العمره. اللي بعده. ايوه رمزي. ايوه رمزي يا ابن ابو ربيع، مالك لونك اتخاطف كده ليه؟ ايه اللي جابك هنا يا ابن الباشا؟ ابن باشا غصب عنك وعن اللي خلفوك. اسمع انا جاي احذرك، ابعد عن سكة نادية. بس نادية بقت خطيبتي. احنا بقى بصراحة نسبك ما يشرفناش. امشي اطلع بره. امشي. شوف بقى نادية دي تبقى قريبت انا، ومش هسمح لأي مخلوق يهوب ناحيتها، أنت فاهم؟ اوعى أنت وهو، وأنت الجاني على روحك يا ابن أبو ربيع. ميرسي يا سالم، بس أنا مش عايزاك تزعل من اللي عمله رمزي. رمزي؟ رمزي ده تافه، مش لازم حتى نتكلم عليه. قولي لي بقى. نعم. هنكتب الكتاب امتى؟ كنت كمان الشاي الاول. يوم الخميس الجاي؟ زي ما انت عايز. ايه؟ طب هستأذن انا بقى. لسه بدري. الحق افرحهم في البيت قبل ما يناموا. قتلته ازاي؟ بالمسدس ده.
شفته خارج من عند ناديه ابو طقطش. حذرته قبل كده ما سمعش كلام. حد شافك؟ لا. طيب مالك؟ بتتفرج كده ليه؟ وشك زي الليمونه. روح اغسل وشك، خش اقعد وسط الناس، اوعى يبان عليك اي حاجه. انت قاعد هنا من الصبح فاهم؟ روح ابعت فجيه. يلا فين؟ رمزي فين؟ في ايه؟ رمزي ابنك قتل سالم ابن ابو ربيع. بتقول ايه؟ قتل سالم ابن ابو ربيع. سالم مات. سالم اتقتل وابنك اللي قتله. ليه؟ منهم ايه؟ نادية. انت متأكدة من الكلام ده؟ الا متأكدة يا سعادة البيدي. جريمة قتل ده يا حبة عيني ما يقدرش يذبح فرخة. ده الدماشة يا سعادة البيت. كان عندك بيعمل ايه؟ زي كل الناس دي ما كانت بتعمل. انا بقى بحب الناس والناس كلها بتحبني، وعشان كده بيجوا يسهروا عندي. بلك انت لو شرفتني يا سعادة البيت هتلاقي عندي اعيان البلد. حنظر ده اجراء غير قانوني، وانا حبلغ وزير الحقانيه شخصيا بشرفي شخصيا. انت اسمك ايه؟ اسماعيل بيك ثابت. الاسم الثلاثي بدون القاب. بدون القاب. اسماعيل ثابت مفصلي. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه؟ عضو حزبي منحل. عضو حزبي؟ هو ايه اللي وداك مكان زي ده؟ ايه فيها ايه؟ كنا بنعمل دعايه انتخابيه بنقوي بيها الحزب. فعلا انا شفت رمزي ابن رشدي باشا كان معانا هناك من المغرب. الله، هي الزيارات ممنوعه بالظبط؟ الزيارات مش ممنوعه. امال ايه؟ بس المخدرات والدعاره واخفاء المجرمين هم دول الممنوعين. هناك خطأ في اجراءات المعاينه والقبض والجرجره، ثم احنا ناس مش مسخره. طب انت كنت هناك بتعمل ايه؟ انا كنت بحلم بمستقبلي السياسي، وصحيت لقيت نفسي كده. ابراهيم بيه؟ نعم. نام تاني. بس قولي لي يا فكيه. نعم يا بيه. هو كان عندك بالنهار كمان؟ مش كان عندي بالظبط، كان ما تنفعي يا بنت هنومه. ايه الحكايه يا هنومه؟ رمزي كان معايا طول النهار في البندر يا بيه. كنتوا بتعملوا ايه؟ يوه، كنا بنتفسح بنشم هوا. ولا ده كمان ممنوع؟ خدهم يا عسكري بقيتهم في الحجز عبال ما نعرضهم على النيابه. حجز؟ حجز ايه يا حارس ظابط؟ وانا عربيه نصر؟ اسماعيل بيه نصر فيت من هنا. يلا حاضر يا منتيا مارش. ايه دي حاجه تجنن يا عمر. يلا يا عسكري امشي يا ابني. تصور يا ناديه، في نفس اليوم اللي اتقتل فيه سالم كسبنا قضيه الارض، والحكم هيتنفذ بكره. سالم كان بيحلم باليوم اللي انفتح فيه المصنع، علشان كده لازم احقق له حلمه. ايه قيمه الحاجات دي كلها؟
قدام موت انسان. على كل حال البوليس لسه بيعمل تحرياته. تأكدي ان رمزي مش هيفلت ابدا. اوه البوليس اتأخرت يا علي. ما تقلقش زمانها جاية ومعاك محضر. اللي منزلكوا الارض دي امشي اطلع منها انت وهو. الارض دي ارضنا خدناها حكم المحكمه. اطلع من الارض يا ولد واسحب الجرابيع بتوعك دول امشي. مش طالع ومحدش فينا هيسيب الارض. لو ما طلعتش انت وهو اول واحد هقتلك. اقتل هي دي حاجه جديده عليكم؟ اقتل يا رشدي باشا اقتل اقتل هقتلك. طمني يا دكتور. حالته خطيرة جدا. عنده ايه؟ للأسف ذبحة صدرية. ألف سلامة ليك يا بوب. شفت أخوك عمل فيا إيه؟ ده مش أخويا ولا أعرفه. موتني وأخد أرضي. أنت مش هتموت يا بوب. والأرض مش هتضيع. كان نفسي أكتبها لك. كان نفسي أطمن عليك قبل ما أموت. قلت لك مش هتموت يا بوب. مش هتموت. والأرض كمان مش هتضيع طول ما أنا عايش. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك يا بوب. ما أقدرش أعيش من غيرك يا بوب. مبسوطة طبعًا عشان كلمة تدافع عنه. أبويا بيموت وعادل ابنك هو السبب. أنا لأبوك هو السبب. أبوك عايز يحيي ماضي مش ممكن يرجع تاني. وانت كمان حبيت ترجع الماضي بتاعك. عمرك ما حبيتي ابويا. رحت جبت بنت غريمة وحطيتيها في البيت قدام عينيه. واديكي شفت اللي حصل لغايه دلوقتي. قتلت سالم. ايوه قتلت زفت. وحاتل اي انسان يتعرض لابويا كمان. اسمعي انا عايز اقول لك حاجه. عادل ابنك لو ما بعدش عن سكتي انا مش هسكت له. ابويا ايده اترعشت لكن انا ايدي مش هتترعش. انت مش ممكن تكون ابني مش ممكن. طبعا هو بس اللي ابنك. طول عمرك بتحبيه هو وبتكرهيني انا. قلب الام عمره ما يكره. روح صالح اخوك وسلم نفسك للبوليس. يمكن ربنا يسامحك. روح يا رمزي روح. انا خارج بس يكون في علمك عادل ابنك لا هياخد الارض ولا البنت. ايه اللي بيحصل ده؟ ليه ده كله؟ ليه؟ ده كان عايز يقتلني يا نادي. تصوري؟ لا يا عادل مفيش اب بيقتل ابنه. ثم انا سمعت انك انت اتحديته وهزقته. كان غلطان. انا كنت بطالب بحق الناس. في الف طريقه وطريقه. كان ممكن تستنى البوليس لما يجي ينفذ الحكم. انت بتدافع عنه يا نادية. يا عادل يا عادل انت عارف ان انا اكتر واحده اتضريت بسبب ابوك. لكن ده مش معناه انك تتخلى عنه في وقت زي ده. طول عمره بيكرهني. بس ده بيموت. عارف يعني ايه بيموت؟ انت لازم تروح له دلوقتي حالا. وتفضل جنبه طول الوقت. عارف لو مات هو غضبان عليك مش هتسامح نفسك ابدا. يلا يا عادل يلا يلا ما تضيعش وقت وانا هاجي معاك. حاضر حاضر يا ناديه. متصوريش انا بحترم قد ايه. تعرف يا عادل انا لما سالم اتقتل فكرت اسيب البلد وامشي.
لكن رجعت وقلت لا، انا مش هعيد الماضي، لان البلد دي بلدي والارض اللي فيها ارضي. واذا كان سالم مات فالارض عمرها ما بتموت. انا عارف يا ناديه انك مجروحه مننا، لكن انا وانتي لسه قدامنا وقت طويل. اظن في حاجات كتير اتغيرت. فعلا حاجات كتير اتغيرت، بس انا كمان اتغيرت. الظروف اللي عشنا فيها ما كانش ممكن تخلق بينا حب. هو انت ايه اللي جابك تاني؟ جاي تتفرج عليا وانا بموت؟ جرى ايه يا رشدي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده ابنك وجاي يطمن عليك؟ ده لا ابني ولا اعرفه. يا بابا انا ابنك، عمر الدم ما يبقى ميه. خلاص خدت الارض والمصنع، عايز ايه تاني؟ عايز ارضاك عليا يا بابا. ارض ايه؟ مصانع ايه بس؟ مفيش حاجه في الدنيا تساوي رقدتك دي. عادل ملوش بركه الا انت يا عمي. ننسى الماضي ونفتح صفحه جديده. الله 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 الله، اجتماع عائلي قطع القلب. ما شاء الله العائله الكريمه كلها هنا برابطه المعلم. يا هندسه صالحت ابوك؟ خلاص صفيت كل حاجه؟ تعالى يا رمزي. اجي فين يا بوب؟ انا خلاص ما بقاليش مكان في وسطكم كده. اضحك عليك بكلمتين فارغين يا بوب، نساك اللي فات كله ونساك الارض. تعالى يا رمزي واخذ الشيطان. وفاكرني هسكت؟ لا يا باشمهندس، لا كده يبقى شكلها وحش قوي. انت فاكر انك هتلهف مني الارض وناديه وكمان بوب؟ لا ده انت تبقى طماع قوي. اي واحد هيتحرك هضرب بالرصاص. اقعد يا رمزي، ما تبقاش مجنون. ما حدش يقرب خالص. اضرب يا كمان، اقتل اخوك قبل ما تقتله. اقتلني انا الاول. قد ما بكرهك ارجع. Thank you.